من بعدها منتقلين الى المكان اللي هو موقع ومثير للمتابعه وكذلك الاستمتاع. قالوا ملاحظات، حياك الله يا ملاحظات. والحين وصلنا إلى محطة كثير أساسية وجميلة للاستمتاع في وجهاتكم السياحية. وجهتنا اليوم بالتحديد في الحوطة لمناطحة الثيران، بالتحديد في ولاية السويق في ضيان البوسعيد. هذا الموقع هو اللي تصير هذه الساحة بالذات، هذه الحوطة خاصة بالثيران الصغيرة، يعني للحين اللي ما أخذت الشهرة والاسم والصيت الكبير، فمتعة وإثارة وهيا بنا. هذه منطقة ضيان البوسعيد ولاية السويق. هنا. واحنا في الحوطة. هذه حوطة ضيان المهندسين. المهندسين. تسمى حوطة ضيان المهندسين. زين، خليني أعرف أنتم متى تبدأ الفعالية؟ والله نحن طال عمرك عندنا فعاليتين في الشهر. في الأسبوعين مرتين. في الأسبوعين مرتين. فئة الثيران الكبار يوم الجمعة تكون. والثيران الصغار المتوسطة يوم الثلاثاء اللي هو هذا اليوم. إذا أشهر ثيران الحين موجودين؟ هي أشهر ثيران اللي موجودة الحين في حوطة هذه، موجود ود غياهيب، الجمعة بن سعيد، وود رامس، والوازقيت اللي حسن بن علي المخيني، ود النمر اللي محمد بن سالم السهي، وثيران عديدة يعني كثيرة. سعر الصوت كم يوصل؟ والله طال عمرك الأسعار متفاوتة، الأسعار متفاوتة يعني. أغلى سعر كم؟ والله حاليا معنا في المكان هذا ولا برا؟ اللي هنا مثلا. والله يوصل عند حدود 2000، حدود 3000 يعني، هذه الحوطة المتوسطة يعني. أما الحوطة الكبيرة لا، شوي الأسعار مرتفعة. كما عودناكم دائما ننتقل من وجهه الى وجهه ثانيه، زي ما قلنا لكم هذه محطه، والحين بننتقل الى محطه ثانيه ونتعرف عليها. دائما حطوا عنوان المتعه وكذلك التغيير لكسر الروتين وسياحه موفقه. نكمل.